استاذ دكتور طارق الزواوي، استاذ امراض القلب كليه الطب اسكندريه، اتكلم على ارتفاع ضغط الدم. مرض ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم من الامراض المنتشره عالميا ومنتشر في جمهوريه مصر العربيه، وحسب الاحصائيات حوالي 26% من المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. طبعا مشكله ارتفاع ضغط الدم ان هو بيؤدي إلى عوامل خطيرة، بيؤثر على المخ، على القلب، على الكلى، فمهم جدا الاهتمام بمرض ارتفاع ضغط الدم. طيب إيه أسباب ارتفاع مرض ضغط الدم؟ 90% من الحالات أو 95% من الحالات لا يوجد سبب محدد، إنما حوالي من 5 ل 10% من الحالات في أسباب مرضية عضوية هي اللي مؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم، وده بالذات لو جه في الأطفال أو في السن الصغير أو السن اللي هو أقل من 18 سنة. لازم أنا أبذل أقصى جهدي إن أنا احتمال يكون بسبب أمراض مرضية أخرى. طيب ارتفاع ضغط الدم هل له شكوى؟ عادة ارتفاع ضغط الدم ده ملهوش شكوى، فأنا بنصح إن ما نربطش الصداع ده آخر حاجة، ما نربطش الصداع بارتفاع ضغط الدم. فارتفاع ضغط الدم لا شكوى له، وبيسموه حتى سايلنت كيلر، يعني القاتل الصامت الخفي، ملهوش شكوى. طيب يبقى انا لازم اي واحد فينا زي ما بنقول بالغ، ادي سنه كبير، لازم يبقى عارف الضغط بتاعه ويتابعه. طيب انا ايه هو بقى ارتفاع ضغط الدم؟ ان لو الضغط 140 على 90 فما فوق، اكثر من قرايه، لابد ان انا اتاكد في الاول هل انا فعلا مريض ضغط ولا لا، لان انا ممكن الضغط يعلى شويه وبعدين يرجع ينزل تاني بدون علاج. في هذه المرحلة أنا بقول أنا عندي استعداد إن يجيلي ضغط، إنما لو الضغط معظم القرايات ثابت 140 على 90 فما فوق، فبقول في هذه الحالة ده ارتفاع ضغط الدم. في هذه الحالة يبقى أنا لابد إن أنا ألتزم مع الطبيب بتاعي، والطبيب هيقرر هل أنا العلاج ده هو هحتاج علاج دوائي ولا لأ. أولا هيشخص أنا فعلا عندي ضغط ثابت، نمرة واحد. نمرة اتنين، هل انا هحتاج علاج دوائي ولا مش هحتاج علاج دوائي، لان في خطوط اخرى ممكن انا استغني بيها عن العلاج الدوائي. ولو احتجت علاج دوائي هل استمر بيه على طول ولا هاخد شويه وابطل. دي نقط مهمه جدا. طيب لو انا ما احتجتش علاج دوائي ادي وهحتاج حاجات تساعدني ان على انخفاض الضغط، ايه الحاجات بقى دي؟ ادي اولا ملح الطعام، تقليل ملح الطعام ده من الحاجات المهمه جدا، وعلاقة مباشرة، في بعض الناس بيبقى في علاقة مباشرة بين ملح الطعام وارتفاع ضغط الدم، لو أكل حاجة حادقة النهاردة هيرتفع الضغط. نمرة اتنين الوزن على المدى الطويل، كل كيلو جرام من الوزن بينزل بيساعدني تظبيط الضغط فوق وتحت. يبقى نقص الوزن، تقليل ملح الطعام، الرياضة الاكسرسايز، احنا دايما بننصح نص ساعة حتى مشي، ادي من 3 ل 5 مرات اسبوعيا مهم جدا. الإقلاع عن التدخين في منتهى الأهمية من العوامل المساعدة على انخفاض ضغط الدم. لو عنده سكر يظبطه، ادي كوليسترول يعالجه، دي النقط المهمة لتثبيط الضغط. طيب لو المريض دي مش كافي، يبقى أنا في هذه الحالة بناء على قرار الطبيب ادي هينضيف علاجات. العلاجات دلوقتي في عندي ادويه حديثه لارتفاع ضغط الدم، وقد نبتدي بنوع واحد او استخدم دوائين مع بعض او استخدم 3 ادويه مع بعض بحيث ان انا اظبط الضغط. ولابد ان انا في النهايه عشان اقدر احمي القلب، انا دايما اقول عشان احمي القلب احمي المخ احمي الكلى، ان الضغط يتظبط ويبقى معظم الاوقات اقل من 140 على 90. واتمنى طبعا لجميع الشفاء وبالسلامة إن شاء الله.